مشاهدي قناة الساحل على السلامة ومرحبا بكم. اليوم نحن متواجدين من أمام سوق الأسماك بالمنستير مش نشوفوا استعدادات المواطن لشهر رمضان، شوفوا أسوام الحوت، تابعونا في التقرير هذايا. حبيب صلي أكثر واحد يبيع الحوت مرشي مستير، صلي على النبي عليه، الله صلي على النبي. مستير فماش ما احلى منها، مش خاطرش اني بالمستير نشكر في المستير، فهمتني؟ خاطرش احنا اللي نجيب الحوت من كامل الجمهوريه على ناس تتسوق وتجيب من صفاقس ومن قليبيا ومن بنزرت ومن كل فهمتني؟ نجيبوا كميه بزايد ونربحوا ربح قلي. ارخص بلاد في الجمهوريه هي المستير. هذا المناني معروف كامل مستير المناني راه. قول المستير راه. نجا نقولوا ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله يا ربي نلقاو كان الحاجه الباهيه كيما معناتها تعودنا معناتها بالمرشي نتاع مستير والكل عودنا مياسر معناها الغني ياكل والزوالي نجم يلقى روحه والكل ونلقاو رواحنا الحق في معناتها مستير. انا سبيسيالمون نجي من سوسه باش نخدم المرشي نتاع مستير بويسك انا نخدم هنا والكل وباهيه الاسوام الى حد الان بون متوسطه الاسوام مش في المتناول نتاع العباد الكل اما متوسطه. الحوت بصفة عامة فريشك، الأسواق مناسبة والتزود ديما متوفر. يظل لي حوت سوق المستير، يظل لي يجيو من كل بلاصة باش يشريو منه الحوت. وإن شاء الله في رمضان الأسواق ما تطلعش برشا، خاطر الحوت يقل والأسواق ترتفع. مرحبا بكم لهنا في المرشي سنترال يعني نتاع مستير. وبالنسبه للاسماك راهو موجوده، راهو موجود متوفر كل شيء، والدوله عملت مجهود باش جابت يعني الحوت يعني ومتوفر كل شيء. اما بالنسبه للاسوام راهو تمشي مع الطقس، اذا كان الطقس بايد الاسوام تجي معقوله تبدا متناسبه، واذا كان الطقس خايب يعني راهو ولا مش يعني يبدا مش متوفر راهو ما فماش حوت. اما موجود كل شيء، قلت ربي سيدي رمضان يتعدى على خير وربي يجيبه على سلم. شارينو ولا مخذرينو من بحر احنا جايبينو، او يكذب عليك ولي ليك ليك ولي خاطيك خاطيك، صلي كتير على محمد تربى، اللهم صلي وسلم على سيد محمد. عند اللي يفوح ويروح ويرد العقل والروح، عند اللي يرد الشايب شباب ويقرا في الكتاب، عند اللي يزيد الزين ويحمر الختيل لا مكياج ولا حمير، عند يرد توقع عروس ويرد الشايب عروس، يفوح ويروح ويرد لا قال والروح يمرق لها.